السلام عليكم، ادرى معكم يوسف بصحاب فيلم جديد ورياكسيون جديده. هاد الرياكسيون هادي شوف، انا درت الانترو مورا ما حش بدلت الانترو اللي درت انترو اخر هو اللي صورته دابا. هاد الرياكسيون هادي والله ما كنت باغي نلوحها، فهمتي؟ اللي بزاف الحوايج وتعطلت بزاف، دابا راه طالعه فوق شهر باش مصوره ولكن ما بغيتش اللوحه، لا بزاف البلانات وكذا. نو فاك. يا السلام عليكم، ادرى معكم يوسف بصحاب فيلم جديد ورياكسو جديده. هاد الرياكسو هادي والله ما كنت باغي نلوحها على بزاف الحوايج. هاد الانترو هادا راه تسالات الرياكسو عاد دايرو، بدا نبدل الانترو الاولاني على بزاف الحوايج. المهم الا تفرجوا في الرياكسو نتوما غادي تفهموا هادشي اللي كاين. سو هاد المزيكا هادي ديال واحد الصاط اللي عرفتي شنو، تنحترمو لواحد الاحترام اللي بزاف، وواحد الدر اللي واحد الصاط اللي متواضع لواحد الدرجه اللي بزاف، وعنده واحد البوبليك اللي تيموت عليه. يعني فهمتي، يعني انت راه ماشي غير فان بنادم، ماشي غير فان ديالو، يعني راه تيموت عليه. والصوت اللي سهل ان بنادم يموت عليه، يعني عنده واحد الكاركتير خاص به، وسيد درويش حشومي لواحد الدرجه بزاف. والموسيقى ديالو زوينه، يعني اي واحد يمكن له يتمزك ليها، الوالده ديالي تتمزك ليها، ما كاينش المشكل. يعني رابر نقي، يعني فهمتي، اي واحد ننصحو انه يتمزك به مع العائله ديالو، مع اي واحد يتمزك له. سو الحر الغريب، هاد الموسيقى هادي عرفتي شنو، راه دابا راه معطل بشهر باش ندير رياكسو، يعني راه شهر، يعني راه مستحيل انني فكرت انني ندير رياكسو. ولكن صافي صافي، قررت انني غادي نلوح رياكسو، يعني ما فيهاش تخرشيش كما تنقولوا. موسيقى اللي بزاف بزاف اللي بكاتني انا، خاصه انا بكيت لواحد الدرجه اللي بزاف. انتم غادي تشوفوا الرياكسو وغادي تعرفوا شنو كاين، يعني غير من الرياكسو غادي تعرفوا شنو كاين. باش بلا ما نطول عليكم الخوت، نخليكم مع الرياكسو ديال الحر الغريب. سو الفيديو دابا راه ضرب فوق من 18 مليون، يعني 18 مليون ديال لي في، يعني راه رقم زوين، يعني يحترم لواحد الدرجه خصوصا في المغرب، يعني تحترم ديال بصح. هادشي اللي كاين، باش بلا ما نطول عليكم، بيس. 1 2 3 بيس. اوكي الحر لوغو هو اللي دايرو في الماركه نيت الغريب، دريكتد باي جبارة. ويلي هاد السطا دا تنحتارمو، تا هو عندو خدمة نقية. اوكي اوكي سو واحد الروفران اللي واعد بزاف بزاف، روفران حمق، ناجبني الروفران. واحد السيل ديال الغنى اللي نقي، فهمتي؟ واخا انني تنظن في هاد الرياكس غادي نبكي، ولكن واحد وتا الفيديو يعني في واحد السيناريو، يعني هو هز الراس ديالو، يعني نفس البيرسونال اللي بيرسوناج لاعب جوج ادوار، هو في حال مشلل في واحد الكرسي ياك. ولاحظت واحد القضيه، واش مونتاج ولا مصور من كل لقطه مصوره؟ حيت دابا في اللي تيبان مريح في الكرسي ما محسنش، يعني تيبان عادي، يعني فهمتي، واحد باينه فيه الزمان، وبان ملي بان نازل من المرسيدس بان محسن، يعني ناضي لابس، يعني داك الشيء راه باينه مخدوم، يعني حتى تخدمات هذا عاد مشى حسان وكذا، هذا وقد الحاله عاد جا صور الكوبلي ديالو اللي شغلني فيه. سو اسمع، ولكن عرفتي هذوك السطور تيبقاو يدوروا ليا في عقلي، هذوك السطور الاولين. كيقولوا في شكل ما نرضى بالدل، ما مني كوبي، وسواس من الثقة عندي فوبيا، عندي كارتة في ايفون جوج في نوكيا، النماري ديال صحاب المصالح بقى مبلوكي. ويلي
انا اللي بغيت نفهم، هو انه ملي تيكتب يعني هاد السطر باين، يعني ما يمكنش انه ما يكونش دايز عليه هاد الشيء هذا وتيكتبه. يعني هاد الشيء هذا ضروري خصو يكون تيعيشو ياك باش انه يكتب في حاله الكتابه هذه. يعني راه صعيب انك تكتب في حاله الكتابه هذه، ومن السطوره راه باين البلان. من الحمام اللي علموها كيف تخون. وا صاحبي لا بلان بزاف هادشي. هذا راه ما هذا راه خصو يكتب كتاب ديالو خاص به. يعني عنده واحد الكتابة اللي اي واحد يمكن له يتمزك ليها. وانا ما نكذبش عليكم، الزمني ما نكذبش عليك، انا في البكية وما باغيش نبكي، فهمتي؟ حيت الا بكيت راه ما لحش الرياكسيون، فهمتي؟ ما لاش رياكسو حتى من هاد الهضره. انا ديما شوف، انا ديما تنبغي نكون اكتيف في الرياكسو ديالي، يعني نكون ضاحك ناشط، يعني بنادم ما يتفرش فيا ويبكي. يعني حنا ما خصناش نزيدو بنادم البكا، اي واحد عنده الهموم وكذا، ولكن حنا ما انا ما تنبغيش نبكي في الرياكسو ديالي، تنبغي نبقى اليز ياك ضاحكين ناشطين تتسالي الرياكسو والسلام عليكم. يعني ما نخلي واحد مأزم ما والو. ولكن هاد الكتابه هادي راه مستحيل، راه من الصباح وانا تنتغرغر وما باغيش انني نبكي من الاخر. والله ما بغي انني نبكي، الله يرزقني، ولكن الشيء اللي كاين عرفتي. الصدمه مستحيل هاد الكتابه، انا اللي جاتني مستحيل هاد الكتابه هذا اللي تيكتب هو. يعني راه ماشي طبيعي انك تكتب في حال هاد الكتابه هذه، و يعني ديال شي واحد تقاب، يعني شي واحد طايف في الهضره، ماشي يعني عارف حاجه هذيك الهضور ديال الروابط ديال هاد الوقت هذا. ولكن سلاك شي اللي كان نكملو دابا. سال الكوبلي الاول هيدا في الرفران، الكوبلي الثاني اللي على واسا ما يأزمناش. بغيت تشوفو كسر لا تشوفوك مألمة. يعني حتى الا جات فيك الضربة الوالدة ديالك، ما حاول انك ما تخبرهاش. يعني واخا هي مسكينة غادا تحس، عارفين حنا الوالدين تيحسو، ولكن صافي. يعني انتي الا زدتي بكيتي ولا زدتي ان هاديك الام تأثرات بان ولدها واكل العصا ولا شي حاجة، عاد غادي تشوفو كسر. فراك كاين هاد القوم هذا، يعني حنا عايشين في واحد القوم اللي ما تيرحمش كما تنقول. بيس. حال من واحد وعد وخلف. وا فاك، كيما تشوفو داك اللي جالس في الكرسي صافي عيا. يعني وصل لواحد الحد اللي قد عندنا بنادم ينتحر ياك. وكنت واحد التراك ديالو قديم بزاف مسمي الانتحار، داك ويلي عرفتي هذاك، عاوتاني كتاب اخرى، هذاك عالم اخر، هذاك
يعني هذاك راه بزاف دابا صافي زعما كنوصل لواحد انتحر وحسب راسو غير تيحلم فهمت على الوقت اللي تيبغي يجبدو شي نوض الحر يعني احترام والله الا هاد السيد هذا خصو يوصل لواحد القمه ديال الاحترام ديال بصح السيد. ولكن شنو اللي خلاني ندير رياكسيون هو في واحد الانترفيو علاش كشي دوي السيد شي دوي باحترام يعني السيد البيبليك ديالو كاملين يكونوا تيحترمو عمرو ما يتقلبوا عليه شنو في المطرح يعني السيد عنده البيبليك ديالو قليل فين تيلوح يعني ماشي من هذوك الروابا اللي عالوح لوح 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 السيد مرزان حتى تيخدم شي خدمه نقيه تيلوح البيبليك ديالو وكما تنشوفوا الارقام والله يزيدوا يعني 22 مليون ديال خلوني اول غريبه وثاني 18 مليون يعني السيد عنده ارقام يعني تحترم وملي تيكون طالع فشي تكون داير شي كونسير ولا شي لعيبه راه بلا ما نقول لكم يعني البوبليك كلشي حافظ الديسكات ديالو يعني كلشي شي بزاف ومتواضع يعني واحد الفيديو كنت شفتو كان غادي للطوموبيله ديالو صافي وطلع فوق الطوموبيله ديالو بقى تيصور مع بنادم واللي تياخذ له التليفون تيصور تيرجع له التليفون يعني صافي الاحترام ماشي بحال الفنان داير فيها عنده مليون في تم غادي دايرين بيه السيكوريتي تيدخل الطوموبيل وتيزيد تيديماري لا حول ولا قوة الا بالله. هاد السطادة تنبغي نوصلو الاحترام ديالي كامل يعني هاد السطادة يستاهل بزاف. نتوما سبابي اذا وليت هكدا يا دموعي رابت نكون في قبر وانا خديتها بط باردة القلب قصاح والبدة جامدة نتوما سبابي اذا وليت هكدا كليب سامبل العياقة أكابيلا ستوديو بيس بيس والله إلا بيس بالله بيس. أول حاجة نبغي نقول السيد خادم كليب سامبل محترم اي واحد يمكن له يتصور في الكليب طالع فيه سيناريو يعني هو خمسة صور في بلاصه وحده في بلون واحد باين داكشي نقي بزاف بزاف يعني الكليب تيخليك متبع معاه وثاني الليركس الليركس بلا ما ندويو عليهم يعني الليركس فيهم واحد الفينينغ اللي بزاف انا اللي خلاوني مصدوم كليب من اساس بدا عجبني بالرجل والكلمات اثروا فيا فهمتوا ولكن ما بغيتش انني نبكي ولا شي لعيبه واخا انا تشوفوا صوتي مغرغر وما تنبغيش نلعب في الفيديوهات يعني انا ما تنصور رياكت وتندير لها كلشي ومتردد واش اللوح ولا ما اللوحش اللوح ولا ما اللوح ولكن مازال ما عرفتش يعني غادي يقدر يتلاح ان شاء الله ولكن راه شي حاجه اللي بزاف كليب تتحترم وهاد الصوت هذا احترمه يعني الوحيد اللي نقدر نشوفه نقدر نعنقو نبكي نتصور معاه ما نخلي ما ندير معاه فهمتش يعني الروابا الاخرين كدا عندي معاهم كدا نتلاقى معاهم نتصور معاهم ولكن هاد السيد دار واحد الاحترام لي بزاف اغاني ديالهم بالليل ما تيخطاونيش في ودني يعني ديم سو بيس ليه احتراماتي ليه سو بشلون نطول ليكم كنت ديال رياكسو كان معكم يوسف الصحاق كما العاده بيس عليكم.